يمكن من أكثر الناس الخوافة في الدنيا، وما أدري ليه دائما حظي أني أقول لكم الأخبار اللي بتزيد من الفوبيات عندي، بس طبعا هذا فريق الإعداد اللي كما اكتشفتوا أنه بيعزوني كثير يعني. بس على العموم، في ميتشيغان في الولايات المتحدة، وخلال مهرجان في مدينة ملاهي من كم يوم كذا، طلع أبو 10 أشخاص على لعبة عادية، يعني حتى ترى مو لعبة نقدر نقول اللي هي من الخطرين جدا، وفجأة وهم فوق بدأت اللعبة ترقص وقعدت تتمايل اللي قدام ورا وكأنها حتنقلب، ولولا أنه في ناس مصحصحة من اللي موجودين وتحركت كان فعلا صار كارثة حقيقية. على فكرة أتراجع، ترى أنا كنت قلت لكم أنه لعبة مو مرة خطيرة، لا هذه لعبة نعتبرها خطيرة يعني يعتبرها من الأشياء الخطيرة. العموم زي ما شفتوا اللعبة بترقص كأنها مرجحة رسمي، وتركيز الناس الحاضرة اللي قدمت وصارت تطلع بثقلها على قاعدة اللعبة عشان يثقلوها ويثبتوها عشان ما تقلب، هذه الحركة هي فعليا اللي أنقذت الناس اللي في اللعبة. والكارثة الأكبر أنه في كل اللي حصل هذا، أنه مع كل هذا مشغلين اللعبة كملوا اللفة للآخر، مو مثلا كده يقطعوها من النص بسبب اللي بيحصل، لا لا لا، أخذوا وقتهم كامل كده ونزلت بعدين. وأول طبعا ما وقفت جلسة الناس تصفق مبسوطة طبعا بأنه الموضوع عدى على خير بلا إصابات، أما ركاب اللعبة فجلسوا كده يحضنوا ويبوسوا في أحاليهم وأحبابهم زي اللي كأنهم راجعين، أو يعني فعليا لا لا، هم فعليا يعني مو زي هم فعليا راجعين من الموت.